السلام عليكم حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناة جوريل تعليم الكروشيه. النهاردة هنشتغل مع بعض شنطة سهلة جدا وبسيطة ناعمة، ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة. هشتغل فيها بخيط مكرمية مصري. الخيط ده انا كده لفاه، هو بيجي شلات بالشكل ده. بقالي كتير جدا جدا ما اشتغلتش بالخيط ده معاكم. بيجي شلة بالشكل ده وبيتفك وبتلفيه على اي شكل. الخامات المستخدمه تقدروا تطلبوها من البيج التابعه للقناه، هسيب لكم لينك البيج في صندوق الوصف، فيها جميع الخامات المستخدمه في القناه. سمك الخيط ده 2.5 ملي، هشتغل بابره 5. يلا نبدا على طريقه العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من اي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ اول حاجة اعمل عقدة وهرتفع 49 سلسلة. كده انا اشتغلت 49 سلسلة. الطول بتاعهم 38 سنتي. هرتفع كمان سلسلة وهدور الشغل في الظهر. هنا هشتغل غرز حشو. هاجي هنا في الغرزة اللي في الظهر، وفي ظهر الإبرة بيبقى معايا حلقتين، هشتغل حشو. هكمل لحد ما اخلص 49 غرزة حشو. كده خلاص انا خلصت 49 غرزة حشو. هرتفع سلسلة، هدخل هنا في الحلقة الامامية وفي الضلع الاخير من غرزة الحشو واسحب خيط البداية. هلف الشغل وهشتغل السطر كله وغرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهاخد خيط البداية ده معايا تحت الشغل. الحلقة الأمامية اللي هنا معايا دي أنا مش بشتغل فيها، بشتغل في السطر بس في الحلقة الخلفية. كده خلاص انا خلصت السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، هشتغل السطر ده في الحلقة الخلفية وفي الحلقة في السطر اللي انا سبتها السطر اللي فات. هكمل كده لحد ما اخلص 49 غرزة حشو. كده خلاص انا خلصت السطر كله، وده ظهر الغرزة وده السطر اللي انا لسه مخلصاه. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وبنفس طريقة السطر اللي فات بدخل في الحلقة الخلفية وفي الغرزة الباقية معايا في السطر اللي قبله، واكمل.
كل سطر بكمل بالشكل ده لحد ما ارتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. كده انا ارتفعت 38 سطر، الطول بتاعهم 38 سنتي والعرض 20 سنتي. هبدأ دلوقتي اعمل لها الجوانب. انا كده ارتفعت سلسلة، هلف الشغل واشتغل في الحلقة الخلفية 19 غرزة حشو. دي 1 2 3 4 5 6. كده انا اشتغلت 19 غرزة حشو. هجمع الثلاث غرز اللي جايين مع بعض دول هعملهم تناقص، هيدخل في الغرزة اللي 20 وال21 والغرزة ال22. كده معي 4 حلقات على الإبرة، هاخد لفة واخرج منها. هحط في الغرزة دي فيها علامة. بعد كده هشتغل 5 غرز حشو في الحلقة الخلفية. 1 2 3 4 وكده 5. كده اشتغلت 5 غرز، الغرزة اللي جاية واللي بعدها واللي بعدها، بجمع 3 غرز مع بعض وبشتغلهم تناقص واحط فيها برضو علامة. هيتبقى معايا 19 غرزة هشتغلهم في الحلقة الخلفية. كده انا اشتغلت هنا كمان 19 غرزة، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في الحلقة الخلفية لحد قبل العلامة بغرزة. اشتغلت 18 غرزة، باقي معايا غرزة قبل العلامة هشتغل فيها، ادخل اخد لفة واشيل العلامة وهدخل في الحلقة بتاعتها، اخد لفة في الحلقة الخلفية، الغرزة اللي بعد العلامة برضو هياخد لفة. كده معايا 4 حلقات هياخد لفة واخرج منها. الغرزة دي بحط فيها علامة. هشتغل 3 حشو في الحلقة الخلفية. 3 كده هيبقى معايا غرزة قبل العلامة واللي فيها العلامة واللي بعد العلامة، التلاتة هشتغلهم تناقص. هيبقى معايا 18 غرزة هشتغلها حشو في الحلقة الخلفية. كده خلاص انا خلصت الغرز لحد ما خلصت السطر. هرتفع سلسلة، هلف الشغل وهشتغل في الحلقة الخلفية
هشتغل لحد قبل العلامة بغرزة. اشتغلت 17 غرزة واتبقى معايا هنا غرزة قبل العلامة. هدخل في الغرزة اللي قبل العلامة، هشيل العلامة وادخل في الغرزة اللي هي فيها، وهروح على الغرزة اللي بعد العلامة. بعد كده هشتغل غرزة حشو واحدة بس. وهدخل في الغرزة اللي قبل العلامة واللي بعد اللي فيها العلامة واللي بعد العلامة. هكمل باقي الغرز اللي باقيه معايا اللي هم كانوا 17 غرزة. كده خلاص انا خلصت السطر، وكده انا خلصت الجنب. هبدأ دلوقتي اقفله. ارتفعت سلسلة وهسحب خيط. كده حبايبي انا هكون خلصت الجنب ده. هبدأ اشتغل الجنب تاني بنفس الطريقة. هسحب خيط وارتفع سلسلة، وفي اول غرزة هشتغل غرزة حشو. دي كده اول غرزة معانا في السطر. هشتغل معاها كده 19 غرزة. يعني دي اول غرزة، 2 3. هكمل لحد ما يبقوا 19 غرزة. بعد كده اشتغل 3 تناقص. بعد كده اشتغل ما بين التناقص الاول 5 غرز حشو. بعد كده اشتغل تناقص، وبعد كده 19 غرزة. لو نسيتوا الطريقة رجعوا الفيديو وابدأوا اعملوا التناقص هنا. انا هخلص الجنب التاني ونرجع نكمل مع بعض.
هدخل جوه الحلقة واسحب خيط وارتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو. واحد، اتنين، تلاتة. هرتفع سلسلة وفي الحلقة الخلفية هشتغل حشو. هرتفع سلسلة وبنفس الغرزة هشتغل في الحلقة الخلفية وفي الحلقة اللي في الغرزة اللي تحت، نفس غرزة جسم الشنطة. ارتفعت يد طولها 26 سنتي. وبكده حبايبي تكون الشنطة خلصت معايا. الشنطة اخدت نص كيلو خيط مكرمية مصري. ان شاء الله تنفذوها بكل سهولة وتعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، اشتركي في القناة وفعلي الجرس، وسيبي لي كومنت قولي لي رأيك ايه في الشنطة، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.